رئيس شركة روس كوسموس ديمتري روغوزان كتب على قناته في تيليجرام لليوم الثامن من مايو 2022، اليوم مع فيديو: إن واصل النيتو سياسته سيؤدي الوضع إلى الإجابة النووية. سندمر النيتو في 30 دقيقة، كل دوله في 30 دقيقة، ولن نفعل لأن آثار تبادل الضربات النووية سيؤثر على أرضنا بالحرف، ولولا ذلك لفعلنا. وعلى روسيا في نظر روغوزان إقناع العدو القوي من خلال أنظمة السلاح التقليدية. وهذه هي الفقرة المثيرة للجدل كما ترونها أمامكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. تناقلت كل وسائل الإعلام تصريح روغوزان لسبب بسيط، لأن ثقل هذه الشخصية ليس كرئيس لروس كوسموس، إنما ورغم أن روس كوسموس أساسا هي ثقيلة، شركة ثقيلة، نحن نتحدث عن 5.5 مليار دولار من الرأسمال الموجه للتقنيات الفضائية، كل ما هو فضائي. وقبلها مباشرة، أي قبل تعيين ديمتري روغوزان في روس كوسموس، وجدناه أنه هو نائب رئيس الحكومة من 2011 إلى 2018، وكل هذه المدة وهو يسهر على حقيبة حكومية متعلقة بالدفاع والتكنولوجيا الفضائية قبل أن يكون في روس كوسموس. إذن هذا هو المسار. لكن قبل هذا التاريخ نجد مفتاح هذه الشخصية، لأنه في 2008 وإلى 2011 وهو سفير موسكو في الناتو، في كل من بريطانيا وبروكسل، وأيضا في جزء من هذا الزمن أيضا في ألمانيا. يعرف جيدا ما معنى الناتو وسياسة الناتو، ولهذا فهو يخاطبه. لكن بالنسبة للتصريح، ليس هذا هو الإشكال في التصريح نفسه، إنما الإشكال أكثر عندما نرى أن الضربة النووية فقط اليوم لن يستخدمها الروس، لأن هناك آثار ستكون إثر تبادل نووي، فاحتمال التبادل النووي وارد، وهذا الذي سينعكس على أرضنا. وعندما نذكر هذه الأرض، فهو أساسا من حزب الوطن رودينا، ولذلك فهو يعتقد بأن حماية الأرض أسلم بكثير من هذا الوضع. لهذا فالرهان النووي لروسيا فقط ملغي الآن، أو جزئيا هو ملغي لسبب رئيس، لأن آثار التبادل الضربات ستكون مؤثرة على أرض روسيا. ولولا آثار تبادل النووي لكان الروس قد استخدموا النووي. إذن بوضوح شديد عندما نقرأ الفقرة تكون مفاجئة، مفاجئة للغاية، لأن مثل هؤلاء لا يفكرون إلا حول أنفسهم. لولا الآثار التي ستكون على أرض روسيا لاستخدم الروس الخيار النووي، لا مجال للقول بالكون أو المناخ أو هذه الأرض أو الحس الإنساني أو البيئي. كل هذا همشه روغوزان، قال بالحرف: لولا الآثار للتبادل النووي على أرضنا لاستخدمناه. انتهى الموضوع. وهذه الفقرة أريد أن أنقلها لمعرفة بدقة متناهية لماذا قال روغوزان ما قاله. أولا كما قلت، لأنه كان سفيرا من 2008 إلى 2011 في الناتو، ولأنه يدرك جيدا مشاريع الناتو ويدرك قدرات الناتو، وهذا الذي سبب في إبعاد الخيار النووي. والخيار النووي الآن كما يقول سيدمر أمريكا إذن وكل دول الناتو بالكامل بما فيها اليابان في 30 دقيقة. يتذكر الجميع ما نقلناه بالنسبة لسارمات وقضية الدقيقتين والثانيتين وهكذا. فعندما تجمع هذه
ستكون في حدود 18 دقيقة في تدمير كل أوروبا. وبالنسبة لأمريكا واليابان التقدير الأساسي 5 دقائق لـ5 دقائق، وهذا الذي يجعل من تدمير كل دول أوروبا بما فيها اليابان في حدود 30 دقيقة. فما قاله على وجه التحديد نريد تفصيله ولا أكثر ولا أقل في هذا الفيديو، ماذا يقصد تماما ديمتري روغوزين ولماذا قال 30 دقيقة؟ لأن تجميع كل ما في أوروبا دقيقتين دقيقتين إلى آخره بالنسبة للأربعة عشر بين التكتيك وبين الاستراتيجي إلى آخره، فهذا الذي يعطي هذا الأفق بالنسبة للتوقيت 5 دقائق 5 دقائق. وهذا معلوم لأنه منذ عهد سابق وجدنا أن حالة التدمير هي في حدود 30 دقيقة، وأهمها 5 دقائق لـ6 دقائق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مصحوبة بكندا وهي التي تضيف الدقيقة إليها، وهذا الذي يعطي حوالي 7 دقائق. وأيضا بالنسبة لليابان والتأثير الشامل في حدود 5 دقائق إلى 7 دقائق، وهذا الذي يعطي 30 دقيقة. فلماذا قال 30 دقيقة؟ هذا الذي نريد التأكيد عليه. إذن لماذا روغوزين لديه أهمية كبرى، ولماذا قال ما قال في استجواب نقله في قناته لتليجرام، والكل نقل التعبير الكتابي وليس الاستجواب. الاستجواب كان أجسر من الذي نقل كتابة، لأنه في الكتابة ذكر أوكرانيا وأنها مستقلة غير مستقلة، وأن روسيا اليوم تحرر أوكرانيا من الناتو وإبعاد روسيا إلى عن الحدود الغربية لروسيا. هذا كل ما في الأمر، لا يهم أن تكون الحرب ضد النازية في نظر روغوزين تحول كبير في الخطاب. في الأول كان تحرير أوكرانيا من النازية، اليوم تحرير أوكرانيا من الناتو وحماية الحدود الغربية، ولا يهتم أحد الآن للرئيس الأوكراني هل يريد أن يحكم شعبه وهل شعبه يريده، هذا كله لا يهتم له الروس الآن، وهذا تطور استثنائي في الخطاب من جهة. الثاني مسألة أن روغوزين كسفير سابق من 2008 من 9 يناير 2008 إلى 24 من ديسمبر، لا أذكر هل 23 من ديسمبر أم 24 من ديسمبر، أي قبل يوم من احتفالات عيد ميلاد المسيح في 2011، فقد كان قد كتب أكثر من 17 تقرير. 17 تقرير، كل هذه التقارير هي المؤثرة الآن في استراتيجية روسيا تجاه الناتو، هذا لمعرفة من يتحدث. إذن معادلته صحيحة، تقاريره هي المعتمدة في سياسة روسيا مع الناتو. ثالث مسألة أنه على الأقل يمثل وضوحا كبيرا بالنسبة للأرض وبالنسبة للوطن، ولو استطاع الروس أن ينقذوا وطنهم وألا يكون هناك رد على هذه الضربات ويكون تبادل لهذه الضربات بالتعبير الحرفي عن الروسية، فإن الأمر سيكون باستخدام السلاح النووي. ولأن هذا الأمر غير وارد، ولأن الأرض الروسية ستتضرر، التراب الروسي سيتضرر، فقد اختارت روسيا أن تواصل الحرب عن طريق السلاح التقليدي، وهذا السلاح يجب أن يكون حاسما أيضا، وسيصل إلى نفس النتائج التي يريدها الآن الروس. إذن العملية مدروسة والتصريحات أيضا شديدة الدقة، بحيث أن روغوزين يعرف جيدا ما يصرح به، وأن هذا الاستجواب أتى مباشرة قبل احتفال بعيد النصر وقبل الرسالة التي قال بها بوتين لشعبي جورجيا وأوكرانيا وباقي الدول التي يراها في فلكه وعلى رأسها أذربيجان وأرمينيا بالAA، يعني من أذربيجان وأرمينيا، وهناك أيضا كازاخستان وغيرها. إذن بالنسبة له فهو يرى مثل هذا الفلك اليوم الذي يدعوه إلى الاحتفال معه، هذا هو فلكه وهذه دوله وهذا هو حجم تأثيره الذي يريده الآن ويحدده بالحرف.
يعني نحن نتحدث عن حدود غربية اليوم يؤمنها بالحديد والنار، ويحدد أيضا في عيد النصر هذا ضد النازية، وسينتصر الروس كما انتصروا وكما كان أجدادهم سيكون أحفادهم. إذن هو بالنسبة إليه يحدد من توصل برسالته وأن يحتفل مع شعوب وأيضا دول. وهنا اختار شعبين الجورجي والأوكراني، لأن حكومتيهما بأي حال يعني أن هناك السيناريو الجورجي في أوكرانيا كما هو واضح من خلال القول بالشعبين الأوكراني والجورجي، والسيناريو الجورجي أيضا دونباس مع نفس العملية تجري الآن، وهذا هو الأمر الواضح من خلال هذه الرسالة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.